البنت زي ما يكون معمول لها عمل. بالمسايسة يا شمش، بالمسايسة مش بالضرب. وانا ما اشوف اسماعيل اخويا خيبه، بس هو برضو خايف عليها. مرحبا يا خالة شمس. مرحبا يا بنتي. خبري يا ورد اليمن، انت جاية تقعدي وسطينا ولا ايه؟ وماله يا صالح، تكسفيش البناية. اقعد يا ورد اليمن. لا ما قعدش، الزهرة هتتكلم كلام سر. ايوة كلام سر. شوفي ولدك عاوز حاجة. بالاذن. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليه يا صالحة؟ حرام عليك، انت باردة جاي تقعد وسطينا ليه؟ لازم أن تلزم حدودها. والله عيب عليك كده. تقول علينا ايه؟ اقول لك ايه؟ انت هتعيبيني ولا هتتحدثي زي الناس؟ خلاص يا ابوي انت حرة. بنتي يا نور الصباح، تعالي شوفي سيدك شاهين. حاضر. مين المعدلة دي؟ ما شفتهاش قبل كده. عبدت بنت مناظر. أمال مش بيجي ست ورد اليمن ام شاهين؟ حسي اتنبح وانا عنادم عليكي. ترشتي؟ كنت اساعد فضة في حاجة. يقطع فضة واللي هتعمله. مالكيش دعوة بحد، ما تساعديش حد. انت هنا عشاني انا بس. شايفة؟ شايفة قلة الأدب؟ سيبيها. أسيب مين؟ ده أنا هفرج عليها البلد كلها. يقطع مين يا بنت مناظر؟ لصالح أبوي. صلح رقبتها. ردي عليا يا مت ربي يا بنت الأكابر. ايه يا صالح؟ أنا أكلم نور الصباح. حد كلمك؟ تعالي كلميني زي ما أكلمك. بقول لك إيه؟ أنا مش تحت أمرك تمشيني وتندميني على كيفك. مين قال كده؟ كل حريم البيت هنا تحت أمري أنا. عمره ما كان ولا هيكون. أنا هنا زي زيك بالظبط، ومفيش حد أحسن من حد. لا في يا ورد اليمن. أنا أحسن منك. وكلمتي تمشي عليكي وعلى عبدتك وعلى كل من كان ليكي. فاهمة ولا لا؟ يعني إيه؟ هتتحكمي فيا؟ يعني انا حراشك وهقف جبالك واشوف اخرتها معاكي ايه وكيف تزعقي في بيتي. اخرتها زي اولها. انت في حالك ولا في حالي، وكله يلزم جنون. انا جنوني حكم يا ورد اليمن؟ نور الصباح بتاعتك دي تلم كل خلقاتها وتروح مطرح ما جت. ما حدش هيطلع من بيتي. بيت مين يا ام البيوت انت؟ بيتي وبيت جوزي وبيت ولدي. بقي عندك بيت وواد يا ورد اليمن؟ اسمعي يا نور الصباح، اغمض عينه وفتحها. لو لقيتك لسه واقفه قدامي هخلي فضه ونسيم يربوكي بره زي الكلاب الجربانه. وانا قلت نور الصباح مش هتمشي، واللي معاك اعمليه. فضه، نسيم، ارموا البت دي بره دلوقت. حق يلا يا بنت. كده ماشي، انا سايبها لك وهمشي معاها. وابكي شوفي هتقولي ايه الهمام. غوري في 60 حرديفة. ايه يا بوي انت؟ ايه جمال عايش هسي هتمشي؟ 60 خارة هتحكم عليا في بيتي؟ فاكرة نفسها مر علي. وجوزك لو جه؟ ايه ما ياجي، ما انت شاهدة وشايفة. شاهدة مين؟ انا يا حبيبتي اتأخرت على بنتي. سلام عليك. استني يا شمش لحد اخوكي ما ياجي. لا يا حبيبتي، أنا ورايا بيتي وبيتي ومصالحي، وأنتي وأخوي صفيوا مع بعض. وإيه يعني همام؟ لما ياجي أفهم اللي حصل. أنا اتفرجت عليكي كم مرة النهاردة يا نظام؟ 5 مرات يا مولاي. ومع ذلك ما حسيتش لا بالملل ولا بالتعب ولا بالجهد. أنا كل ما عينك تطل عليا بحس بسعادة يا مولاي. صحيح يا نظام. صحيح يا مولاي، وأكتر من كده بكتير قوي. حسستيني ان انا عجوز يا نظام، راجل عجوز قدراته اقل من احلامه. اسمعي روحي مخدعك وانا حاجة طول عليكي تاني الليله قبل النوم. انا لولا اللي انا بشخر انا كنت خدتك عندي في مخدعي، بس الظريف ان مخدعك جنب مخدعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالي البيت هس هس كده؟ انت نمت ولا ايه؟ لا صحيين. ما صالحة ورد اليمن فين؟ جوا ستي جوا. مالكم فيه؟ اخبارك يا صالحة؟
قاعده جوا من دلوقت ليه؟ انا يا ابو العم ما قلت لهاش امشي. ما قلتيش لمين؟ ورد اليمن لمت خلقاتها ومشت. من هالنفسها كده؟ شوطة وجات لها يا حبيبي. قاعدين انا واختك شمش امان الله وهي عماله تجعر زي الجاموسه العشار في نور الصباح بتاعتها دي، وتقول يقطع فضه واللي جابوا فضه. قلت لها عيب يا بنتي، هما مين اللي جابوا فضه دول؟ اسياده. هتغلطي في جوزك ليه؟ بس ركبها 100 عفريت وقعدت تقول ده بيتي وبيت ولدي، ما حدش له دعوه بيه، ما حدش له في حاجه، انا اعمل اللي انا عاوزاه. وعبدتها تهز في راسها. قلت لها لو ما قعدتش نور الصباح بالادب تمشي يا بنتي، احنا ما يلزمناش غير المؤدبين. معلش مشهد يعني. قلت لها يهديكي ربنا استني جوزك. المره الزينه يا بنتي ما تسيبش بيتها، ما فيش فايده، وشها هيسفر ويحمر. ومشت. صالحة أنا سمعتك للآخر وصدقك في كل كلمة قلتيها لحد دلوقتي، وهسمع وردنا هسمعها برضه وما هردش، وهقعد مع نفسي وأوزن الكلام. لو طلعت أنت العايبة ما أقولكيش أعمل إيه، عشان زي ما هي عيبة كبيرة إن مرتي تطلع من بيتي من غير شرطي، عيبة أكبر إن يكون حد طلعها. نستنى لساعتها، وساعتها ربك هو العالم الصرفة هتكون إيه في العايب. يا مرحب يا مرحب يا شيخ العرب، يا مرحب يا مرحب يا مرحب. البيت نور وحالا يكون العشاء جاهز. ياتي النهار الابيض يا شيخ العرب. بيتكم عندكم؟ ايوه يا شيخ العرب، وحالا يكون عندك وتروح معاك. يا ولد يا ولد. تروح معايا ليه؟ وانا جبتها عشان تروح معايا. يا شيخ العرب دي عيله صغيره ملهاش كبير يعني، انا مروح دلوقتي وزي ما جت ترجع. انت ما تعرفش اللي حصل. اقطع النفس يا بنت وانزل الادب. اسمع يا ابو الزعلانه، بنتك ليها طلعه تانيه واحده من بيت التنبطي، مفهوم الكلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ العرب. بص يا بنت الناس، من غير ما اسمع ولا كلمة، ولو حتى كل الناس غلطت فيكي وضايقوكي وفوروا دمك، ما عنديش أنا أي حجة الواحدة تسيب بيت جوزها وتمشي أبدا. ومعاوزش كلام ولا حديد، وانت عايبة من ساسك لراسك، عارفة كده ولا ما عارفاش؟ عارفة بس انت لا بس ولا ما بسش. خليني معاك بوش الهادي يا بنت الناس احسن، وشوفي لك فرشة فرشيها جار السرير لغاية ما بيرضى عليكي. حاضر. يعني لا سمع صراخ ولا كسر عظم ولا راس خبطت في الحيطة ولا حاجة. عملتها السهتانة بنت مناظر وضحكت عليه. راسي دايخة وعم شخبت كل شوية في حاجة وترميت على الباب. شكلي عندي عي عفش. ظهر عندك عي عفش صح يا صالحة، بس أنا عندي دواء. فضة! نعم يا سيدي. مين سيدك يا فضة ومين اشتراكي؟ انت يا سيدي. زين، يعني ما تطلعوش ولا تلموش حد من بيتي من غير اذني. الست صالحة. بص شهر يا فضة 30 يوم، لو خدمت ستك صالحة اي خدمة ان شاء الله ترد عليها السؤال، هتقطع فرسك تاخدي خلقاتك دلوقتي انت ونسيم وكافة عدى هنا، وتقعدوا هناك في اوضتكم القديمة شرق المنظرة، لا طلوع ولا دخول. ولو شيعت لكم مراسيل وعرفت انكم جيتوا وخدمتوها يبقى عمركم فض. توكل. وانا حمل خدمه يا همام. اوه، وانت هتخدم حد غريب؟ هتخدم روحك وجوزك وولدك. يلا شوفي وراك ايه.